السلام عليكم يا اصدقائي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. مرحبا ولي من هي شونا راحتنا شو له ردنا حبولي من هلو. اكيد بروستل تشيكن اليوم بدنا نساوي بروستل. عندنا فروج، جيب فروجتين عندي، والله عندي فراديد شوي كبار، هي لازم شوي صغار. بس جبناهم شي كيلو، كيلو 900 غرام، 800 غرام قريبه من كيلوين، بس ما كيلوين. هلا انا فرمت وحده، انا بفرمه بايدي، انتو فيكن تجيبوه جاهز كمان هيك بهالحجم، فيكو هيك تساوي كمان. هلا بدي اقص هيك، بعدين بس خليني اغسلهم هلا على السوا، بشوف شلون بدنا نسوي تتبيله و كل شيء. لو حبيت سعنكم فروج انتو كمان تساووا هيك القياسات اللي بدكم اياه تفرموا. يعني هن هنا يك جرى معرف فروجي تومي ديني انا مخوست ابي شي واي هيركم ممكن في قياسات هيك مثلا. عمل فيتوني او بكر بروجي هون تشكيس ساري بوزي لان وقت كم امنا هون تشيدكم و ساكن اوف نعمي بوك بشون عمي ها قولي من عمي استي بشكي ام نوكني. هذا العضل الظهر ما منحطه، منشيله. هلا منقص الجوانح، منكب هاي كمان، دهونات الزيادة منشيلهم، بده عني زيادة أميروكن. هاي كمان ما لازمنا، حبيتوا تحطوا بس انا ما بحط. هذا الصدر خليه هيك حاله. نساوي هيك اربع قطع، نساوي قطعتين. وهلا بنغسلهم على السوا وبنجيكم كنت بنغسلهم وبنقع مية الملح والخل ساعة، وبعدين هلا بغسلهم برجع لكم. اصدقائي غسلناه على السوا، هلا هون عندي معلقة ملح وهون عندي ربع كوب، شي ربع كوب خل ابيض. اصدقائي انا كثير بستعمل خل ابيض، بيطري اللحمة، بيطري الفروج ومشان الزنخ. هلا بعيفه شي ساعة، سووا هالطريقة جد كتير نظيفة. بسم الله الرحمن الرحيم، ميته كتير صارت. أصدقائي هلا منريحه شي ساعة، وبعد ساعة منصفي ومنسوي التتبيلة. شوف شنو بنسوي. أصدقائي رجعنا لكم، عفت ساعة صفيته بالمصفاية على السوا، وهلا بنسوي تتبيلة. طلعوا علينا هون عندي حليب، حطوا حليب جد كتير بصير نكهة طيبة وبتستوي من جوا. بسم الله الرحمن الرحيم، هاي كاسة، هاي كاستين، هبولي من ما كروفي خلي وخوي. عندي فروج كتير شي 3 كيلوات، هاي 3 كاسات حسب الكمية الفروج عندكم. هون عندي اصدقائي هون قرفة، كركم، بودرة التوم، كاري، الفليفلة حمرا ناعمة،
فلفل اسود بهار اسود وملح حفولي من وادي كركمة وهن هذا تشتني بيش دكني حسب تاتش حاسكر بني وتكني وحفولي من ماسي كوسا شير كني ازي دي كابتش خالتك مي دي كابتش بس معني چي جندران دبي امين اقنام في بهاري خو و ازي هم دي جين اقنام دي كابرين معني باشي هم تيد بخارين هلا هيك بنحركه وعندي هون كاسة طحين وكاسة كوتشيك أرجع من هاي هيك هلا بنحركه هيك على سوا جت سوا هالطريقة مثل طريقة المطاعم في صديقنا كان يشتغل بالمطعم قال لي هالطريقة كتير كتير طريقة كويسة وفي كتير بيساووا نفس الطرق يعني هي الطبخ كتير بتشبه بعض مثلا مرات بيجي بكتبوا بقولوا والله سويتي مثل فلان لا 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 هي مثلا هلا رز كله رز مجدرة كله مجدرة يعني الطبخ كتير بتشبه بعض بس في منهم بحسب النكهات في منهم بيحطوها بقولوا مثلا هنا نكون تعليقه مثلا بشيء ببي انت فلان تا فلوني مثلا تا كيف فلوني تشيكري هلو شيء بقولوا ما بحس بينجي تشبيه هاد بس هل هنا هلا تشكي دكني نكون بطريقه يعني نكون من يعني ببي مثلا اتشي دكم بطريقة مرق مربوط هون أنا تشيكا مطعم يد الشغلة هوا بحر مطعم خو مشهورة مطعم طربوشة يعني سار بركة ومش دع تشيكا مروقو أستم بوش نورم تشيكا هو فروج معوني ما جو كتش كو مرا تشيكا بروستل أم جو أزاي تشيكا مم دينا خصي سار صفحة خو أم داخلنا بلا إيه هاي مثلا نزوني إيه هاي فدي ببيني وفينك هاي تشيكا هقولي ما بروخش تبي امین اکنون فروجی خواهی دکنه و اکی مگو ترو که از شاورما شکم طریق شاورما چکری ای بس اکی بنامل ای گوش چکم ای گوش شیر دکه هن هنه مثلا هن هنه و ماست دکنه هر هنه مگو تدبیلی خوا دونو کیه امین اکنون هنو گی چکم و بهارات نه دکنه فعلا تعمی خوا خوش دبه بذره که چکن همه گی بوش کن بسم الله الرحمن الرحیم همه نکنو به بیلن 5 ساعت و 4 ساعت و حسب اقل شی اکی 5 ساعت و بمینه 4 ساعت و 5 ساعت و اکی بمینه یعنی هون رو که بیلن هی رانده هون 7 8 ساعت و بیلن هی رانده چه قوه تدویله دو بمینه و قارنده حوالیم به تدویله پر یعنی رنده و مگیجی کرکر پشی و آو نکر مگی کرکر بعدی من زیوکر بشوش دیونه کر سوزوکر معنی هنو رند ایشی گنده کی وخه و امی سولا کنن بقاورینن بعدی چور پین ساتو ساکن امتی تو چیکن امی نخنو سر بگرن حوالی حالا من غطیه من ریح آلشی 5 ساعت به هل تدبیره تاخد هیک نكهة ونكهة الحليب ونكهة البهارات بتطلع كتير طيبة ناجحة 100% ومثل المطاعم دقائي ريحناها 5 ساعات هون عنا أما طحين هون طحين الذرة بدي أخلطه معه بسم الله الرحمن الرحيم نص بالنص وهون عندي معلقتين نشا بيعطي نشا قرمشة هون عندي بكم بودر وحدة هلا شوفو كيف بدي اساوي حوالي ما بين ساعة وهشت حوالي كي بكوسا أرجع من هنا ما أرضي إيه أوجي إيه مسري جكري نحن بداري هون عنا كمون معلقة صغيرة كزبرة فلفل الأحمر الزعتر الأخضر يابس عنا كركم عنا كاري عنا خضرة فروج عنا ملح هدول كلهم بنحطهم بصير نكهتهم كتير طيبة هذولي من وادي ما تشكري زعتري حشك عم بخوض بر خوش تجي وكركم وكاري وخوي عمينو كنو بنو هنو جي تاخدر بهالشكل
خلي توابل ومع او كريم بكم بودر ودكاف تشنشي هبو قرمشي بدي بكم بودر جي دوري كي تكافي خوش كي تعمي خور و يعني كوش رنده ودكي وزعتري خش فعلا انك هو بر خوش بدي حطينا اوريجانو كمان في من بقولوا زعتر الاخضر اليابس البري وفي منهم بيقولوا اوريجانو هيك سوينا انا بسوي هيك بهالطريقه صرنا رقم الحين هلا بنحركه شوي شوفوا التتبيله عنا كيف صارت هون ما بده بيض في منهم بيحطوا بيض بس سويته وحتى بليل ما بده بيض انا ما بدخل له بيض بتعطي نكهه كثير كويسه وقرمشه على السوا بتعطي بسم الله الرحمن الرحيم هلا نطالع وحده تنتين بايدينا هيك بنلطف وهون عنا زيت حامي اول شي بنحمي الزيت على السوا وبعدين بنوطي يعني اخليه على نار الوسط ما وطي كثير ولا حامي كثير بس هلا خلي نار عالية حبون يمن أميرون دونا بكر معنى إيشي جندا هون ران وي أوردا وي تابلو رون تي كافي ووزيما إكي نوحنا بر أو بيه جنبه بس ما كده وشين دو أمي دينا أم نوحنا دينا ولا نوزي ولا زيتي مرون بقاوري أمير أفنو ياك دجي بشي وامي نوحنا تشاند كوا بكن اولی من جب جب طریقه و بکن پر پر خوش ده و هر دنه هنه طریقه که چه بکن هوا زوگ شخصیه یعنی دچو چه کر خوش ده هاي هلا مرحلة القلي هلا بدي نفضه هيك على السوا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله على بركة الله هيك بنفضه على السوا في منهم مرة ومرتين بلفته أنا هيك طريقتي كمان بنفضه على السوا بسم الله الرحمن الرحيم هلا بنغطيه هلا بنوطيه شوي ما كثير على نار وسط وخلي عمه له ينقلى مشان من جوا كمان هلا بدي اغطيه اصدقائي هلا غطيناه خلي هيك ينقلى هيك عمه له مشان جواته يستوى حبولي من مسار قرد نغنو هنو بلرغن بقاوري كيف يخو معي يتشج ببي وعمل اخنا يدجي تشيكن حطوه بس هبي وجبه دار كابي من الساكن اصدقائي حشتو بهالشكل الرحمن الرحيم نطالعون خلي هيك لون ذهبي حاشته هاللون حبولي من باسة عمين اكنو بقاوي من ويقول يساكن ايشي جندا عمين اكنو واجبو بتاكني حبو مفيشتو مقرد كده كده ساني نحن مطعم جويز دكن بس هلا اور دكن دي دكن هنا ساني دينا بس هنا خص وجبة كبيرة هو تقاورينا نحن ما هذه طريقة مطعمية أصدقائي هاي الطريقة المطاعم أنا بساوي مثلا بيجهزوا كل شيء بيتبلوا وحتى بيحطوه بطحينة وبيحطوه بالصحن بالدار بكمالية شعلة بعيفوها بس إجا مثلا طلب شيء بيقلوا وبيحطونه بيطلع الوجبة مثلا هلا تبلت هدول هلا هون برجع بغطيها وحده يغطيها هلا هيك بعيفهم وقت بدي اقلي بنفضن الزيادات طحين الزيادة ينشال هيك بعيفهم وقت بقلي وجبة وجبة بنحط
حط وليمه هنا كي ازكي هنا بكم نقنا از بيجي ساكي يوش يوش از او دكم هنا پر تامي خو خوش دبي و نقنا امكي بقاورينن ابكي ساكن ايچ چوبيه امي نقنا هنا بيلم حتو وجبه دن اب خلاص دکم بلا هنو قید آبن اصدقائي خلصنا براستي اللي عنا ان شاء الله يعجبكم الفكرة طالي منظرة شي بشهي حوالي من ما خلاص كر ولاس ليخو برن بي برن ناجحي نقنا وين ساكن از يكي بشي واو بكم اي مازن جي معنو يزوني بن اشي جنده چوبية حوالي من ساكن سكر بيا أصدقائي شوفوا جد كتير مستوية محترية محترية حريق مستوية جواته سووا هالطريقة كتير ناجحة 100% وحتى الفخدة كبيرة طلعت لكم إياها سوينا كريم توم جنبه وسوينا سلطة وإن شاء الله يعجبكم الفكرة كتير ناجحة 100% وسووا هالطريقة طريقتنا يعني ان شاء الله يعجبكم الفكره هبوليمن ما خلاص كر ان شاء الله فكره عجبون دبك وهنا عجبون دوك واتشيكر يقول بخون اهم شي يقول لك بخون وسطوا بر خوش به بتعلقني وخوش هبوليمن وحاس كر يمكن فر مهاكدان يعني مهاكد شو وقت بي يمكن مدا حزوري جينا سطوا خوش بدي سوا وحاس كرنا ورند وتعلقني وخوش اصدقائي صاحبتو وزعوا بين رفقاتكم وجيرانكم وصلونا على 10,000 واعطيكم الف عافيه هالتعليقات الحلوه وما تنسونا الدعم ولايك واشتراك وان شاء الله كل شيء حلو وجديد منقدم واستنونا شيء ان شاء الله فيديو جديد وباي باي.